القشطه ابغى اجربها لاول مره، بس اختي جربتها وتقول لي مره ممتازه، صلحت بها بوف، واليوم ان شاء الله حصلحها معاكم ونشوف طريقتها ونشوف كيف تطلع معنا. كاستين دقيق على علبه قشطه، هذه هي المكونات بس. هذه العجينة بعد ما خلصنا عجنها حطيت كم نقطة موية للأمانة عشان تمسك معي العجينة شوية. خلاص خليها ترتاح، بعد ساعة كذا أبدأ أشتغل عليها. مساء الخير، اشتركوا بالقناة، إذا ما اشتركتوا فعلوا زر الجرس، وإذا عجبكم المقطع فضلا اختموا بإعجاب. نكب على البوف زيت عشان ينفخ معانا، ونستمر فيها كلها كذا نفس الطريقة علشان تصير نفس الشكل، إذا ما كبيت الزيت ما تنفخ كذا.